الاتحاد الآسيوي أسرع قراراته تتم تجاه الأندية السعودية، أسرع قرارات ممكن، قد ما هو اتحاد بطيء لكنه سريع جدا ضد الأندية السعودية في اتخاذ القرار. والأمثلة كثير تحدث فيها الأمير نواف بن سعد في حلقة الأمس مع العزيز تركي العجمة. بينما هناك قرارات ضد أندية إيرانية تحديدا، منها طائفية وعرقية وسياسية، لها 4-5 سنوات ما لها أي عقوبة ولا لها أي أثر، ترفع احتجاج، تعترض، تتنازل، تحاول تتراجع، تحاول تمشي الأمور. لا يمكن تجد الأندية السعودية اليوم أي حاجة.